الصورة ها الأولى اللي هي هاند. المجموعة الأولى الثالثة المجموعة الثالثة اللي هي هات. هات. المجموعة الرابعة مجموعة رابعة بزي بي. بزي بي. المجموعة الخامسة المجموعة الخامسة هات. هاند. برافو. كان يعني عندي بعد كده مراجعة الجزئية اللي عندنا اللي هي wash my face. فين اللي بيغسل وشه هنا؟ قلنا هنوصلها wash my face، نوصلها بالصورة دي. تمام. بعد كده قلنا wash my hands، هنوصلها باللي بيغسل ايده. comb my hair، قلنا بسرح شعري. make a salad، بعمل سلطة. make a salad، هنوصلها باللي بيعمل سلطة. فيس يا أحمد، فين صورة فيس؟ نمبر 2. 2. هير نمبر 1. جميل. هاند هاندرم هاندرم بس. جميل. الصورة الأولى ديت يا أحمد بلو ولا كوم؟ كوم كوم. ها الصورة اللي بعدها سلطة. سلط. ها تي تيس. ها تي. ووش ولا رولر؟ ووش. ووش. ها اللي هي لونها براش، اسمها ايه؟ براش. براش. والأخيرة هير. هير. قلنا اي وصلناها بعين. طيب وإير هنوصلها بإيه؟ إير إير هنوصلها بأذن. أذن. ووش ووش هنوصلها اللي بيغسل يغسل. كم كم اللي بيسرح شعر. تمام. أجي نوت للامتحان اللي كان عندنا، مديني كلمة هاند، ناقص إيه هنا؟ اتش. اتش. نوز. ان. اي. اي اي. اي. ماوث. ام. ام. هات. هات اتش. اتش. هاند. هاند. هاند اتش. هير. اتش. سلد. اس. اس. باجي هنا مرة تانية وصل، مديني وش ماي فيس، هنوصلها بالولد اللي بيغسل وشه تحت ده. تمام. تمام. براش ماي تيس، البنت اللي بتنظف سنانها. سنانها. ميك سلد، الراجل اللي بيعمل ايه ده؟ سلطة. سلطة. كوم ماي هير، الولد اللي بيسرح شعر. تمام. طيب هاجي هنا صورة ايه ديت؟ صورة ها ناتس. 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 امال دي ايه دي؟ دي ايه دي؟ نك. 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 وهنا وهنا نو. نوز. وهنا وهنا فيس. فيس. وهنا هير. هير. كمل لي النمبرز يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. ده الجزء اللي كان عندنا فيه الواجب. قبل ما ناخد يونت 3 المفروض هنروح للمذكرة التانية بقى. هنروح للمذكرة التانية. موجودة معاك؟ موجودة معاك. تمام. يلا نشوفها. فتحت الصفحة الثانية. جميل. كونكت بلس. ماشي ماشي.
تمام. في كونكت بلس بقى هيبقى عندي كلمات تانية جديدة، وكمان يعني بنقول صعبة شوية أو مليانة شوية عن المذكرة التانية. ماشي يا عم أحمد؟ هنا بادئ لي ماشي. بمراجعة من الحاجات اللي المفروض أخدناها في الكيجي قبل كده. مديني حاجة اسمها كالرز. يعني إيه كالرز؟ ألوان. كالرز يعني إيه؟ ألوان ألوان. مديني كلمة بلاك اللي هو اللون الإيه؟ الأسود، أيوه. جرين اللون، الأخضر، بلو اللون، الأزرق، يالو، يالو اللون، أصفر، ريد اللون الإيه؟ أحمر، أورنج، الأحمر، أورنج، أورنج، أورنج اللون البرتقالي، وايت، وايت، أبيض، أبيض، براون، براون، بني، بني، بيربل، بيربل اللون الإيه؟ بنفسجي، البنفسي. بنفسجي. هنقولهم تاني، مديني كالرز، بلاك، 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 جرين، جرين، أخضر، بلو، أزرق، لا بلو، قول قول، أزرق، ايوه قول لي بلو. ها يلو، أصفر، قول لي يلو، 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 ريد، ريد، اورنج، أورنج، وايت، وايت، براون، براون، بيربل. بيربل. نقولهم تاني، ها بلاك، بلاك، جرين، جرين، بلو، بلو، يلو، يلو، ريد، ريد، اورنج، اورنج، وايت، وايت، براون، براون، بيربل. بيربل. دي مجموعة الكالرز. مجموعة الايه ديت؟ كالرز، الكالرز، الالوان اللي عندي. هنراجعهم حفظ تاني. مديني كلمات تانية زي كلمة بول. بول يعني ايه؟ بول يعني كورة. ومديني كلمة ابل. ابل يعني تفاح. مديني كلمة ستروبري. ستروبري، ستروبري فراولة. 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 ومديني كلمة تيدي بير. تيدي بير اللي هو الدب دبدوب او لعب. دبدوب. ها تيدي دبدوب لعب. بير اللي هو الدب اللعبة او الدبدوب اللعبة. بعد كده بيعلمني ازاي استخدم الكلمات الالوان عشان اقول ايلو بول. ايلو بول يعني كرة صفراء. جرين ابل. جرين ابل تفاحة خضراء. ريد ستروبري فراولة حمراء. براون تيدي بير معناها دبدوب لونه بني. بعد كده بقول ماي فيفورت تيشيرت از يلو، يعني التيشيرت المفضل بتاعي لونه اصفر. تاني، ايلو بول كورة صفرة. المفضل بتاعي يصير لونه احمر. جميل. يبقى هقول ماي فيفورت تيشيرت از ريد، اشيل يلو ديت واكتبها ايه؟ ريد. ماشي يا احمد، برافو عليك. يبقى مديني ايلو بول، مديني جرين ابل، ريد ستروبري، براون تيدي بير، وهنا بقول جملة ماي فيفورت تيشيرت يعني التيشيرت المفضل عندي از يلو هو اللون الاصفر. تمام. انت قلت لا، ماي فيفورت تيشيرت از ريد، لوني انا المفضل هو اللون الايه؟ الاحمر، الريد الاحمر الاهلاوي يعني، مش كده؟ ماشي. هنا في تدريب اهوت على الكلمات اللي اخدناها بتاعت الكالرز الالوان. عايزني اكمل حروف كلمة جرين ويلو وايت وبلاك واورنج وبيربل وبلو وريد. انت حافظهم؟ هنراجع عليهم الاول وبعدين نكملهم. هنراجع عليهم وبعدين نكملهم. تمام. هاجي بعد كده مديني نفس الكلمات تاني، بس هنا بس هنرتبهم، ملخبط للكلمات عشان ارتبها واقول له بلو مثلا بي ال يو اي، بيربل يبقى بي يو ار بي ال اي، وايت يبقى دبليو اتش اي تي اي. ماشي. اكمل بنفس الطريق، جي جي ار اي اي ان. برافو عليك. تمام. بلاك بي ال اي سي كي. جميل. ها
واللون ورد التاني. ورد ار اي دي. برافو عليك، ممتاز يا أحمد. تمام، يبقى بعد ما رجعت الكلمات اللي هي الألوان هبدأ هما أحل. دولت واجب يا سروان، واجب هما دولت واجب واجب يا ده سروان الواجب. صوروا. أيوة ده الواجب الجديد، أيوة اللي أنت هتكمله وتصوره وتبعتهولي زي ما بتبعت كل مرة. تمام، والواجب اللي احنا كنا والمذكرة التانية، حاجات اللي احنا كنا بنعمل فيها دي واجب برضو. لا المذكرة التانية خلاص ما فيهاش حاجة النهاردة، المذكرة التانية ما فيهاش حاجة النهاردة، كل شغلنا هيبقى من المذكرة الجديدة دي. تمام، يبقى واجبنا والحفظ الجديد هيبقى من المذكرة الجديدة اللي هي كونكت بلس. تمام، كونكت بلس أخدنا فيها إيه دلوقتي؟ مجموعة الكالرز، هنراجع على الألوان دي وهراجع على مجموعة الكلمات اللي هي بول وآبل وستروبري وتيدي بير. تمام، هاجي بعد كده قلنا هنكمل الحروف الناقصة وأرتب الكلمات. طب وبعدين مديني مراجعة تانية بعد ما راجعنا على الكالرز، هراجع على حاجة اسمها الإيه ديت؟ النمبرز. النمبرز اللي عندي ها 1 1 او ان اي ها 2 تي دبليو او 3 تي اتش ار اي اي 4 اف او يو او 5 اف اي في اي. تمام، عندي بعد كده 6 اس اي اكس 7 7 S E V E N 8 8 E I G H T 9 N I N E 10 10 T E N. تمام طب الصفحة اللي بعدها دي برضه يا واجب؟ هنا، يا هنا، يا هنا، يا سوني اللي داخل باسم سوني، هنكمل يا احمد كمان مراجعة على الشيبس. يعني ايه كلمة شيب او شيبس؟ شيبس هنا بمعنى ايه؟ اشكال. شيبس يعني ايه يا حبيبي؟ اشكال. الاشكال اللي موجودة عندي مديني كلمة سيركل. سيركل يعني ايه سيركل؟ سيركل 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 يعني دائرة، دائرة. دائرة ها دائرة سكوير يعني مربع، سكوير يعني ايه؟ مربع. مربع تريانجل، تريانجل، تريانجل. تريانجل مثلث. يعني مثلث. ريكتانجل، ريكتانجل يعني مستطيل. تمام، مستطيل الشيبس دي المفروض ان جميل. احنا بناخدها مع النمبرز في الماس، بناخدها مع النمبرز في الماس. تمام، بقى راجع تاني النمبرز تمام كنا 1 يس ها. يس. هما الصفح اللي بعدهم دول واجب برضو؟ استنى لما نخلص بس قراية الدرس. قلنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام، شارك رامي الحمد لله على السلامة. طب كلمك سامح انا كده معلش، الصوت كان في اللابتوب مش تمام، قلنا على الموبايل احنا تمام اللي يا كنا هنا، سوني. انا كنت تمام يا بتكلم على هنا، الواتس. يلا يا هنا افتحي كونكت ماشي بلس يصير، بقى. فاكرين يصير مع حضرتك. تمام، يلا يا هنا، نعم يا سيد. يلا رجعت الكالرز دي معانا. تمام، قولي يلا كده ها. بلاك بلاك ها، بين جرين بلو ها، بين يلو بلو يلو، يلو ريد يلو ريد، ريد اورنج 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 ها اورنج. احمد نعم يا سيد. ايه ديت؟ اورنج اورنج ها. وايت
يلا يا هنا. براون وايت براون بيربل. بيربل ها بول بول أبل أبل ستروبري 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 تيدي بير تيدي بير تيدي بير تيدي بير. هاجي بعد كده مديني تدريب على الكلمات اللي هي الالوان، بعد ما احفظها هكمل حروف النص على اساس ان احنا اخذنا الالوان دي قبل كده في الكيجي. تمام؟ يبقى مطلوب مني دي كلها مراجعه في بدايه كونكت بلس. بعد كده رحنا للنمبرز الارقام او الاعداد، نقول يلا الارقام كده يا هنا. 1 ها 3 4 5 6 7 8 9 10. جميل. يبقى دول اسمهم ايه بقى؟ نمبرز. اسمهم ايه دول؟ نمبرز ارقام. يلا يا احمد معانا قلنا شيبس. ها شيبس 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 شيب شيب يعني شيب يا اشكال الشيبس يعني اشكال. الشكل الاول عندي يا هنا مديني دايره، دايره معناها ايه ان انجلش بقى؟ سيركل سيركل. المربع ايوه يا احمد يا سيد هي صفحة باية. استنى لما اخلص يا احمد، لما نخلص الاول الكلمات قلنا سيركل دائرة. ها سكوير يعني ايه يا احمد؟ سكوير يعني مربع. مربع. سكوير يعني ايه يا هنا؟ مربع. مربع. مثلث بقى يعني ايه؟ تراينجل. مثلث تراينجل تراينجل تراينجل. ها مستطيل ريكتانجل ريكتانجل. دول كلهم اسمهم ايه قلنا؟ شيبس يعني شيبس اشكال. تاني سيركل سيركل سكوير سكوير تريانجل تريانجل ريكتانجل ريكتانجل. النمبرز مرة تانية مديني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ومرة تانية برضو مديني سيركل تريانجل سكوير ريكتانجل. تمام؟ هنحفظ مجموعة النمبرز والشيبس والكالرز. هاجي هنا يا احمد مديني اكسرسايز عليها اهو، ده تدريب معانا في الواجب اهو يا احمد. تمام؟ ماشي يا هنا. هنعد ونكتب رقم الصورة او رقم الكلمة اللي عندي اللي هو في الماتش، وده ماتش تاني. هو واجب يا صفحة. أيوة. صفحة رقم 5 بيج 4 لحد دلوقتي اهوت. هاجي نمبر 5 هلاقي عندي كلمات زي سيركل او تريانجل او سكوير او ريكتانجل ناقص حرف، بعد ما احفظها كويس هكمل الحرف اللي ناقص. اوكي. وهاجي هنا مديني الارقام عشان ارتبها بالحروف. بعد كده بيقول لي ضع علامة صح في المربع الصح. لو جينا هنا يا احمد ديت ده سيركل ولا تريانجل؟ سيركل سيركل. هم معلمين في سيركل. ده يا هنا تريانجل ولا سكوير؟ يا هنا ده تريانجل. ها احمد نعم يا سيد. ده اسمه ايه ده؟ سكوير سكوير. بنعلم قدام سكوير. تمام؟ ده نمبر ايه ده؟ 8. نعلم قدام 8. وده نمبر ايه يا هنا؟ يا هنا 3. نعلم قدام نمبر 3. تمام؟ بس كده بس كده. هناخد بس اول جزء مراجعة اللي هي الخمس صفحات الاولى بس، مراجعة الخمس صفحات الاولى بس عشان الحصة الجاية ان شاء الله نبدأ بقى نشتغل يونت 1.
اوكي تمام اوكي يا هنا. اوكي اوكي النهارده بس اوكي ده الجزء الاولاني من كونكت بلس، اللي هو مراجعه على الحاجات الاساسيه اللي احنا خدناها قبل كده في الكيج. بعد كده هنبدا ان شاء الله الحصه اللي جايه في يونت 1. تمام يا عم احمد؟ تمام. تمام ماشي يا هانا، نظبط الدنيا شوية يا هانا، يلا باي باي. ترجمة